قال فياكل البراءه ده نحن متاكدين انه هيتقنع. عشان كده احنا قاعدين نقول لاخواننا واخواتنا معانا في الحريه والتغيير، اللي كان معانا في الحريه والتغيير اللي خلينا له مساحه وقعدوا في الفريشات والمشوا على بساط الحمراء بساط الاحمر، يا جماعه تعالوا نقعد مع الشعب السوداني ذي الكريه. خلونا لما تقول التسامح والحوار بقول لك احنا ما بنتحاور مع المؤتمر الوطني، احنا ما بنتحاور مع ما 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 الحركة الإسلامية، لكن يا أخي نحن المحركة الإسلامية ولا المؤتمر الوطني ذاته ما قادرين تتحاوروا معنا، يا أخي أنتوا كذابين. نحن ذاته كتبنا معاكم وسوينا معاكم وياما خيطنا معاكم واتآمرنا معاكم واسقطنا الحكومة السابقة، أبيتوا تتحاوروا معنا، فنحن نصدقكم كيف إنه كلامكم ده بوراه صدق. لا 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 لا. انتوا بسيطين، لقيتوا كراسي كثيره وما دارين تفكوها، لكن كراسي ده حق الناس.